السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. محدش يستغرب يا جماعة ان انا بصور لكم هنا النهاردة، لسه طبعا ما نقلتش بقيت الطيور زي ما انتم شايفين، يعني كل يوم كده بنحاول ان احنا ننقل شوية. كنت اوريكم في الفيديو اللي فات الطيور اللي احنا نقلناها، وطبعا كان فينا لسه بط وفي فراخ وحاجات من ديت زي ما قلت لكم، ولسه هنا الحمام ما نقلتهوش، فان شاء الله الحمام مش هيتنقل، عشان انا كنت قلت لكم يا جماعه يعني قلت لكم بقى قولوا لي انقل الحمام هناك ولا لا. بصراحه لقيت يعني متابعين كتير قالوا لي لا بلاش تنقل الحمام، لان هو برضو انا فعلا كان رايي كده، ما يعني كان رايي ان انا يعني ايه ما نقلوش، لان هو ممكن يحوي حاجات كتير، لان الحمام طبعا يعني ايه زي ما انتم عارفين دايما بيحمي الحاجات الوحشه، فانا يعني ايه برضو ما كنتش حابه ان انا انقله. خلاف كده وكده كمان ان انا يعني ايه ما اضمنش برضو ان هو ممكن يطير، ممكن الفئران تاكل الولد، الحاجات ديت انا ما اضمنهاش. فهو الاحسن ان انا ايه يعني في ناس كتير قالت لي برضو رايها ان انا اوسع المكان، وده فعلا برضو الراي الصحيح، اوسع المكان واحاول برضو ان انا ايه اسيبهم في نفس المكان كده، بس ان احنا ايه هنوسع لهم بس شويه وخلاص، تمام. فان شاء الله يا جماعه برضو هيبقى التصوير هنا عند الحمام زي ما هو، مش هودي هناك ولا حاجه. اما الفراخ اللي انتم شايفينها دي بقى انا جايه النهارده اذبح معاكم، يعني قبل ما انقلهم قلت ايه اطلع اذبح كده واعمل معاكم فيديو على اساس ان انتم تشوفوا ايه الحاجات برضو اللي هي لسه ما اتنقلتش، وتتابعوا معايا برضو كل حاجه. إيه ان شاء الله يا جماعه برضو يعني انا هذبح النهارده اللي انا هذبحه، وباذن الله هحاول ان انا انقل البرابر كلها هناك، وهنقل كام ديك كده، الديك اللي هو اللي شريح بس كده ايه اللي هيفضل ليه الكثير هو اللي انا هنقله. اما بقيه الديوك ديت هحاول ان انا اعلفها شويه واتقلها برضو على اساس ايه ان انا هسيبها في المكان ده، يعني انا مش هنقلها ولا حاجه، لان مش هيبقى بقى العدد كبير ولا حاجه. هو اي نعم الطيور كلها جوه زي ما انتم شايفينها في العشه، هي يعني متلمعه الاكل بتاكل في قلب العشه، والباقي بره اهوت. هحاول ان انا انقل كل البرابر هناك علشان توسع المكان، وهنقل برده شويه ديوك، يمكن هنقل ربع كميه الديوك دي بس اوديها هناك، اما الباقي هسيبهم كلهم هناوت في المكان شايفين ده في الطرقه دهوت، وهنعلفهم على اساس يعني ايه هما دلوقتي عمرهم شهرين ونص، يعني هما مش كبار قوي ولا حاجه، على اساس ان هما يتقلوا معايا شويه. هو فيه الوقت الاوزان شايفينها ديت في كيلو ونص وفي كيلو وربع، يعني مش ايه مش الاوزان اللي هي ايه تقيله قوي، يعني لان هما لسه برضو ايه العمر بتاعهم صغير. اما بالنسبه للاوضه اللي قدامكم دي، ده ان شاء الله هجيب فيها تربيه الفراخ البيضة اللي احنا سايبينها تحت في البلكونه، لان طبعا ما شاء الله المكان ده عليها عايزه بقى ان هي الايه الواسعه، فانا باذن الله هطهر لها المكان دوت، هنكنس الاول كده ونرش شويه كولار كده ولا حاجه، على اساس لو في يعني كان في بقى فراخ زي ما انتم شايفين في اي حاجه، في كوكسيديا في اسهالات، تبقى ايه احنا مطهرين المكان يعني، تمام، علشان هنفرش لهم فرشه جديده ونبدر لهم بقى شويه ايه جير كده علشان يقتلوا اي ميكروب ولا حاجه، وبعد كده هنجيبهم في المكان اللي انتم شايفينه ده، وهصور لكم بقى هنا في الواسع. فانا النهارده بقى قلت ايه اطلع اجيب كده شويه ديوك اذبحهم وهنضفهم برده معاكم، على اساس تعرفوا الاحجام بتاعتهم برده وصلت معايا لغايه فين، علشان كانت في ناس كتير بتسالني تقول لي يا شيماء اذبح البلد على كام شهر؟ إيه على فكره يا جماعه انا ذبحت منهم من زمان، يعني هما كانوا على عمر شهرين كده وكنت ذبحه منهم، ويعني ذبحت كتير، مش لسه هذبح يعني او لكش الوقت ولا حاجه، لا انا ذبحت من زمان بسم الله ما شاء الله ذبحت كتير يعني منهم. فانا هذبح برده معاكم النهارده على اساس برده ايه تشوف الحجم معايا، يعني الحجم بتاعهم وصل فين. وخلي بالكم الناس اللي هي بتقول لي هو في العمر ده بيبقى مسلل، لا ده بيبقى بسم الله ما شاء الله احلى فراخ. هذبحهم برده معاكم ان شاء الله علشان برده تشوفوا معايا لو في حاجه مسلله ولا ايه. وعلى فكره يا جماعه احلى ذبيح في الوقت ده وهما لسه شمور، يعني لو انت عايزه تذبحي دلوقتي اذبحي وهما في العمر ده، لما يكون الفرخ شامور تبص تلاقي الفرخ بسم الله ما شاء الله طعمه بيبقى له يعني طعم تاني، خلاف ما الفرخ بقى بيكبر كده ويعتق معاكش، يعني احلى ذبيح لهم هما في العمر ده كده هما لسه شامور. فتعالوا بقى كده نمسك ديكين ثلاثة كده نذبحهم ونشوف الاوزان بتاعتهم وصلت معانا لغاية فين. ده كده يا جماعة الفراخ اللي احنا هنذبحها، جبت ثلاث ديوك هما زي ما انتم شايفين ما شاء الله اوزان بتاعتهم كويسة جدا، انا على فكره الاوزان بتاعتهم ما شاء الله تقيله، هي يعني يعتبر كده ده احلى حاجه. وخلي بالكم شهرين ونص وعلى الحجم دوت يبقى حلو قوي زي الفل. على فكره انا لسه لغايه دلوقتي ما منعتش عنهم العلف، يعني عشان محدش يفكر ان انا منعت عنهم العلف، لا هو يا دوبك بشعر لهم كده علف، بس انا قلت لكم لو انت عايزين تمنعوا العلف حطوا لهم فلفل،
الفول الصويا على العلف اللي انا بحطه، لان اللي خلى الاوزان بتاعتي زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله، وهتبان كمان اكتر لما اذبحهم معاكم وانضفها. الفول الصويا يا جماعه، الفول الصويا ده ممتاز جدا. انت عارف ان انا بعلف ايه؟ علشان الناس اللي هي بتقول لي انت بتعلف ايه مش هيماء وهم في العمر ده، انت عارف ان انا بعلف ايه؟ بعلف دش وبعلف عيش وبعلف بحط لهم فول صويا، ما بكترش. لو انا بعمل لهم خلطه كبيره ملو وبرميل زي ده، بحط عليه كيلو فول صويا، كيلو مش هيغرمك حاجه، كيلو ب 8 جنيه بس. بس بسم الله ما شاء الله له سحر لوحده في الوزن، بيخلي الوزن عندك بسم الله ما شاء الله خلاف كده وكده، كمان بيخلي الفراخ ما شاء الله يعني ايه، تحس ان جتتها طريه وشايله وزن كويس قوي. تمام، حتى لو انت عندك بط يعني بط صغير ولا حاجه لسه ايه مريش كده، حاولي ان انت تحط له فول صويا وشوفي النتيجه بعد منها هتبقى شكلها ايه. تعالوا بقى كده نفتح مع بعض وننزل ننضف سوا. ده كده اهوت، انا عملت اتنين وسبت دوت، قلت برضو اعمله ايه انضفه معاكم كده عشان بس تشوفوا يعني ايه اذا كان مسلل ولا لا. هو في العمر ده يا جماعه بيبقى حلو زي الفل. ده كده اهو على طول في ثانيه يعني ما بياخدش وقت. وخلي بالكم يا جماعه هو مش مسلل ولا حاجه، زي ما انتم شايفين اهو مش مسلل، عشان في ناس بتفكر ان هو في العمر دوت بيكون مسلل. لا هو بس يعني ايه مفيش الا الريش الناعم دوت هنشيله. ده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الاحجام بتاعتهم عامله ازاي. دي الفراخ هم شهرين ونص وبلدي، يعتبر الوزن بتاعهم والاحجام بتاعتهم ما شاء الله كويسه جدا. يعني لو انتم لاحظتوا كده هتبصوا تلاقي الصدر مليان وحلو، الابراج برده زي ما هي، يعني مش ايه مش عشان هي بلدي يكون الوزن بتاعها قليل، لا هي بسم الله ما شاء الله الاوزان بتاعتها حلوه قوي. يعني هي كده عمر شهرين ونص وحلوه قوي، مش مسلله بقى زي ما انتم شايفين اهيت اهي، لو انتم شايفين مش مسلله ولا حاجه، يدوبك كده لو حتى في حاجه بتبقى حاجه بسيطه او حاجه خفيفه خالص تحت الجلد. فدلوقتي خلاص احنا خلصنا اهوت، يا دوبك بقى لسه هنفتحهم طبعا، وبس عشان ما اطولش بقى عليكم الفيديو. طبعا انا يعني فتحت معاكم مره وانتم عارفين كل حاجه، فانا بس حبيت ان انا انضف معاكم علشان تشوفهم اذا كانوا مسللين، واوريكم طبعا ما شاء الله الحجم بتاعهم بقى قد ايه اهوت، علشان حتى لو انت عندك فراخ في العمر دوت تذبحي منها وانت مطمنه. احسن يا جماعه ذبح في الوقت دوت، يعني ما تستناش بقى على ما الديك يبقى ما شاء الله تقيل 3 كيلو والحاجات دي كلها، لا هي احلى ذبح وهم شمرت صغيرين كده، واحلى طعم واحلى اكل. سواء بقى هتحشي الفراخ او هتطبخها كده زي ما انت يعني عادي كده خالص، يعني عادي ما فيش مشكله تنفع في كل الحالات يعني. بس الشمرت دوت ما شاء الله بيبقى يعني ايه بيبقى له طعم مميز عن اي نوع تاني، يختلف حتى عن الساسو ويختلف عن الفراخ البيضه، ما فيش اطعم طبعا من البلدي ولا احلى من البلدي. خلاص طبعا بقى انا هنضف انا وهنضفهم بقى من جوه وافتحهم علشان ما اطولش عليكم الفيديو، واتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.